شكلك قوي يا مريم. عايزة تسميه ايه يا مريم؟ هسميه يوسف. حاتم؟ أنا مش جاي عشانها، أنا جاي أشوف ابني. طلقني يا حاتم لو سمحت. يبقى تمضيلي على الورقة دي. دي ورقة بتبريني من كل حاجة. كنت عايزة أسمي الولد محمد على اسم سيدنا النبي. يا حاتم أنت طالب. مريم، حاتم خد الولد وخرج بيه بره المستشفى. وتبقى توريني بقى هتشوفه تاني ازاي. تنازل ايه؟ انا ما مضيتش تنازل عن ابني. ماما، حاتم اخد محمد ابني وسافر بيه بره مصر. الورقه دي بالله واشرب ميتها. فاتت 4 سنين يا محمد. نفسي اسمع منك كلمه ماما. نفسي. انا من ساعه ما شفت مدام مريم وانا معجب بيها جدا. يا حبيبتي انا اتجوزت مره وخلاص، جرالي فيها ما جرالي. عشان كده انا وطارق قررنا اني هتجوز عرفي. اتفضلي يا مدام مريم. كده نقدر نقول ألف مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا حبيبتي. ربنا يتمم لك بخير يا رب مريم. مريم. فين دي؟ طريقة انا رسمت ايه ده؟ تخيلي الشكل ابني. وريني كده. ان شاء الله يا حبيبتي ابننا هيبقى عمر كده. ان شاء الله. ان شاء الله. لا انا قصدي على محمد ابني. ابني انا يا حبيبتي. انا ابنك وجوزك واخوكي وابوكي وجوز عمتك وعمتك كمان. اكيد يا حبيبي. بس انا متخيله ان محمد هيبقى شكله اقرب ليا، يعني ملامحه هتبقى شبهي انا. يعني هيطلع شبهي انا اكتر ولا يطلع شبه ابوه؟ طب انا هدخل اكمل نوم عشان انا ما نمتش كويس. لو عاوزتي يبقى حصليني. شمال. انا تعبت يا شمال. تعبت وجبت اخري معاها خلاص. بس انت متجوزها ومن الاول عارف ظروفها. عارف ظروفها كويس ومتعاطف معاها جدا. بس خلاص بقى، ما بقتش قادر استحمل جو الكآبة اللي هي عايشه ومعيشاني معاها فيه ده. انا بدات ازهق بصراحه. خايف اندم.
تندم على ايه؟ مش للدرجه دي يعني يا طارق. وبعدين مريم بتحبك وانا كمان بحبها، بس ما ينفعش تعيش حياتها كلها لابنها اللي مش موجود ده. انا لغايه دلوقتي مش حاسس ان انا اتجوزت، احنا لسه متجوزين قريب، امال بعد كام سنه هتعمل ايه؟ حاضر يا طارق، انا هكلمها والفت نظرها، وانت كمان حاول تستحملها شويه. انت عارف يعني الظروف اللي هي بتمر بيها مش سهله ابدا، هي محتاجه تحس انك انت واقف جنبها وفي ظهرها. حاضر يا شيماء، حاضر، هستحمل كمان شويه. تعالوا نشوف بقى الواقعه اللي اتكلم عنها اللواء محمد كمال. وورد لينا بلاغ من خال الطفل يوسف باختفائه عن المنزل. يا حبيبي يا ابني. وبعدها في اتصالات هاتفيه بتطلب فديه. على الفور وبالانتقال وبعمل فريق بحث سفير، بدأنا نحدد خط سير الطفل المخطوف. ايه يا حبيبتي؟ بتعيطي ليه؟ فيه الأرقام اللي بتتصل. جايبين ولد يعني خطفوه من قدام باب بيته، واهله كانوا سايبينه يلعبوا وطلعوا ورجعوا ما لقوهوش، بقالهم 3 شهور مش عارفين يلاقوه تاني. زمان امه يا عيني قلبها محروق عليه. معلش يا حبيبتي اطمني، اكيد اهله هيلاقوه ان شاء الله. خلاه زي ما هو، مش عارفين يرجعوه، واللي بيتخلف بالطريقه دي ما بيرجعش، ما بيعرفوش يلاقوه تاني. هو انت تعرفيه يا حبيبتي؟ تعرفي الواد ده؟ ما اعرفوش، بس فكرني بمحمد، ما انا برضه مش عارفه الاقيه. هي دي السيره اللي مش هنخلص منها. هو مفيش يوم واحد هيعدي علينا من غير نكد وقرف. في ايه بقى؟ ما ترحميني. يوه طبعا المدعو مش معقول طبعا تكوني انت بتتكلمي النهارده في الموضوع ده بالصدفه. اكيد طارق اشتكالك. انا بتكلم معاكي عادي على فكره، الراجل ولا اشتكالي ولا اي حاجه. لا هو اشتكالك يا شيماء، حتى لو اشتكالك هو عنده حق. انا فعلا مش قادره اتغير. انا كنت فاكره ان انا لما اتجوز هنسى اللي حصل لي وهتشغل بحياتي الجديده، لكن موضوع محمد ما بيروحش من بالي ولا لحظه. بالعكس انا حاسه ان انا لما كنت لوحدي كنت احسن. ما ينفعش اللي انت بتقوليه ده، انت كده هتضيعي طارق من ايديكي، وبعدين هو ما يستاهلش منك كل ده. غصب عني يا شيماء، والله انا حاولت، لكن الظاهر ان انا اتعقدت من الجواز. منه لله حاتم بقى، ربنا ينتقم منه، اللي عمله ده دمرني نفسيا. يا حبيبتي انت زي الفل، انا عارفه الموضوع صعب ومش سهل، محتاج وقت. ادي نفسك فرصه وكل حاجه هتبقى كويسه. يا رب، انا نفسي والله. طب بصي يا ستي، انا وهشام عازمينكم بكره على العشاء، وهي فرصه، احنا بقالنا كتير قوي ما خرجناش مع بعض، وهخلي هشام يكلم طارق يعزمه. خلاص. شكرا يا شيماء، ربنا ما يحرمنيش منك. ما تقوليش كده، انت حبيبتي. ايه ده انت لابسه كده ورايحه فين؟ مفيش، انا هروح بس ازور عمه محمد عشان عرفت انها رجعت من السفر امبارح وعايزه اسالها عليه. محمد ابنك؟ طب وهشام وشيماء اللي المفروض نقابلهم النهارده هنعمل فيهم ايه؟ اوكي هاجي لكم على هناك بالليل احصلكم. Thank you.
سميه يوسف. انا حلمت ان انا سميته يوسف. تاكلي يا مريم؟ قلت كلت يا ماما. بصي بقى يا بنتي، بصيلي، انا صحيح ما كنتش موافقه على جوازتك من طارق، بس خلاص دلوقتي بقى جوزك وله عليك حقوق، وانتي بقالك 3 ايام سايبه البيت من غير سبب وهو ملوش ذنب. وده يا حبيبتي ما يرضيش ربنا. ارجعي بيتك، ربنا يهديكي ويصلح لك الحال يا بنتي. حاضر يا ماما. حبيبي حبيبي، صباح الخير يا حاتم. حاتم مين؟ أنا أسفة. أنا طارق على فكرة. أنا أسفة يا طارق، أنا أسفة قوي، غصب عني، معلش. أسفة على إيه ولا على إيه بقى؟ يا طارق معلش، أنا لقيت نفسي أعصابي تعبانة، كل شوية عيط ومش عارفة أسيطر على نفسي، وأنا عارفة إن أنت ما بتحبش الجو ده. قلت أبعد. ده أنت حتى روحت لمامتك من غير ما حتى تعبريني التليفون. معلش يا طارق، معلش، أنا عارفة إن أنا مقصرة معاك. كويس إن أنت عارفة. بعمل لك ايه بقى تفطر بيه؟ هاكل حاجه في الشغل. طيب هعمل لك ساندوتش تاخده معايا. قلت لك هاكل حاجه في الشغل. ايه ده يا طارق؟ طب انت حاطط الهدوم اللي مش نظيفه هنا ليه؟ كنت حطها في الغساله. معلش بقى، حياه العزوبيه انت عارفه. وانا لو متجوز كانت مراتي خدت بالها مني، وما كانش ده بقى حالي. مش الدرجات يعني يا طارق، هما كلهم يومين اللي انا قضيتهم عند ماما. شيماء هي اللي قالت لي ان انت عند مامتك، انت حتى ما قلتليش، ولما رجعتي رجعتي بمزاجك. انا اللي غلطان برضه، انا اتجوزت قبل كده وعرفت انه مشروع فاشل. ايه اللي خلاني اتجننت في عقلي واتجوزت تاني؟ مش عارف، غاوي وجع دماغ انا. طارق، يعني انت شايف ان جوازك مني غلطة؟ انت شايفة ايه؟ مريم، انت ما كانش ينفع تتجوزي تاني. انت ما بتعمليش حاجة في حياتك غير ان انت بتفكري في ابنك وبس. وبصراحة بقى، انا شايف بقى انك فعلا حد كده. اه صحيح، انت طالب. صلى على النبي بقى عليه الصلاه والسلام. انا عايزه اقول لك على حاجتين يا مريم.
أول حاجة عايزة أقولها لك إن أنا بجد أسفة على اللي حصل. أنا مش عارفة أودي وشي منك فين. أنتي ذنبك إيه يا شيماء؟ أنتي كنتي مجرد وسيط مش أكتر. أنا اللي شايلة مسؤولية كل التصرفات اللي عملتها. وهو بصراحة طارق كان عنده حق. أنا مكانش لازم أرتبط تاني. العيب فيا أنا مش فيه. الحاجة التانية اللي أنا عايزة أقولها لك حاجة هتفرحك. تفرحني؟ طب قولي يا شيماء أنا في عرض أي حاجة تفرحني. وليد أخويا شاف حاتم في مكة. حاتم؟ في مكة؟ ومحمد كان معاه؟ أيوة حبيبتي كان معاه. بجد محمد كان معايا وهو شاف محمد؟ طب محمد شكله إيه دلوقتي؟ طب ما صورهوش ما اتكلمش معاه ما لحقش يعني يعمل أي حاجة؟ هو للأسف نده عليه بس حاتم راح جري في الزحمة. بس معنى كده انه في امل ما تقلقيش. احنا نكلم هين المحامي ونخليه يقدم طلب للخارجيه علشان هم يبعتوا للسفاره السعوديه واكيد هيمسكوه. اتفقلي خير. السفاره ردت علينا بس للاسف هو مش بيشتغل في السعوديه. هو كان بيعمل عمره وسافر. سافر على فين؟ سافر على دبي. طب ينفع نبلغ سفارة دبي مش كده؟ حصل. حصل ورجالتنا بتعمل اللازم دلوقتي. طيب الحمد لله الحمد لله ربنا يطمنها. أنا بس مش عايزك تقلقي يا مدام مريم. المسألة بتاخد وقت بس إن شاء الله ما تقلقيش. ما قلقش إزاي يا أستاذ هاني؟ أنا ما عنديش حاجة في حياتي أهم من الموضوع ده. حضرتك مش متخيل أنا لا بعرف أنام ولا عارفة أعيش أساسا. والله أنا مقدر ظروفك أوي بس أنا بوعدك إن شاء الله هيرجع. مسألة بس بتاخد وقت شوية. خير إن شاء الله. اللهم إني أشكو إليك من ظلماني. حسبي الله وكفى بالله حسيبا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. تقبل الله يا مريم. منا ومنكم يا مريم. يلا يا بنتي يلا قومي نتسحر. كل سنة وأنت طيبة. أنت طيبة يا ماما. حاضر جاية وراك. أنا تسلم ايدك يا معود. ايه يا مريم ما بتتسحريش ليه؟ بكره صيام يا بنتي. النهارده عيد ميلاد محمد يا ماما. كل سنة وهو طيب يا حبيبتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. قولي ورايا يا بنتي. اللهم يا جميع الناس إلى يوم لا ريب فيه. اللهم يا جميع الناس إلى يوم لا ريب فيه. اجمع بيني وبين ابني. اجمع بيني وبين ابني. محمد ابن مريم. محمد ابن مريم. على خير مودة ترضاها. على خير مودة ترضاها. اللهم رده لي.
اللهم رده لي كما رددت يوسف إلى أبيه، كما رددت يوسف إلى أبيه، وكما رددت موسى إلى أمه، وكما رددت موسى إلى أمه. اللهم صل وسلم وبارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدي وشفيعي وحبيبي، على سيدي وشفيعي وحبيبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أستاذ هاني؟ ألو؟ أهلاً يا أستاذ هاني. موبايلها مش عارفة بينه فاصل شحن. إيه؟ بتقول إيه؟ لا بتتكلم جد؟ وهو فين دلوقتي؟ في القسم؟ إلهي ربنا يعمر بيتك يا رب، يا رب يخليك يا رب، إلهي ربنا يعمر بيتك يا رب، ربنا يخلي لك ولادك يا رب، ربنا يخليك ويعمر بيتك. مين مين ماما كريم؟ مين ماما؟ مع السلامة يا أستاذ هاني. ده الأستاذ هاني. فيه؟ لا محمد. محمد ابنه؟ أيوة. لا فين؟ هو في الاسم. يعني هو متأكد ان ده محمد ابني مش ابن حاتم؟ ايوه محمد ابنك. ابني انا ماما؟ ايوه ايوه محمد ابنك. يعني انا هشوفه؟ هشوفه يعني لو نزلت دلوقتي روحت هشوفه؟ ايوه هتشوفي. بجد مش بحلم زي الخمس سنين اللي فاتوا؟ هلمسه يا هحضنه وهاخده في حضني كده واشوفه. ايوه هحط ايدي كده على وشه وهلمسه وهاخده في حضني. هو هيعرفني وهيحس بيا. هيعرفك هيعرفك يا حبيبتي. هحضنه هاخده في حضني فعلا فعلا. بس أنا خايفة أوي ماما. لا لا ما تخافيش، أنا عايزاكي تروحي هادية مش خايفة. طيب حاضر هبقى هادية، بس أنا خايفة برضو. أنا هقوم ألبس هبقى هادية، بس أنا خايفة ماما. ما تخافيش حبيبة ماما، ما تخافيش. أنا مش عايزاكي تروحي خايفة يا بنتي، عايزاكي تروحي هادية علشان ابنك يشوفك هادية وعاقلة ورزينة يا بنتي. هو أكيد بيحبني وأكيد نفسه يشوفني طبعا يا ماما. ما هو بيشوف أصحابه كلهم مامعاتهم معاهم، هو الوحيد اللي ما عندوش أم، أكيد نفسه يشوفني وأكيد لما أخده في حضني هيحس بيا وهيحضني وهيبقى حنين عليا. مش كده؟ أنا نفسي أوي أشوفه يا ماما. أنا خايفة. أنا تخافيش تخافيش تخافيش. اهدي اهدي يا مريم، اهدي اهدي يا حبيبتي. طيب خلاص انا هقوم البس. و طب انا عايزه اخد له حاجه معايا، عايزه انا ممكن اخد له اي هديه من انا هاخد له كل الهدايا اللي انا كنت عماله اجيبها له طول الخمس سنين اللي فاتوا، مش هلاقيهم كلهم في الشنطه ما حدش يعرفهم، ولا هاخد له كل الهدايا اللي كنت بشتريها طول الخمس سنين اللي فاتوا عشان يفرح كده ويحس. طب انا هروح البس وهقوم واحنا في الطريق هبقى افكر في اي. Thank you.
في ايه يا محمد؟ تعالى، انت خايف مني ولا ايه؟ كل الاطفال بيحبوا مامهاتهم. اهدي يا مريم كده هتخد الولد. مالكش دعوه انت، شيل ايدك، ما تتدخلش مني وبينه. يا حبيبي ما تخافش، انا بحبك. بالراحه عليه بس يا مدام مريم، هو لسه مش واخد عليكي، استني عليه شويه. انا ماما يا محمد. انا عارفك، انا شفتك في الصور، انت وحشه، انت وحشه قوي، انت وحشه. يا حبيبي دي ماما اللي بتحبها، وانا تيتا يا قلبي. شفتك في الصور انت كمان، انت وحشه. يا محمد انا مش وحشه يا حبيبي، مين اللي قالك؟ من اجل الله يا شيخ، كرهت ابني فيا وزيت قلبه عليا. ربنا ينتقم منك، ربنا يحبك يا اخي. فرحان بيه انت كده؟ ذنبه في رقبتك، بكره كل اللي انت علمته له ده هيعمله فيك وهيكرهك. علمته ايه؟ علمته الكره والجحود اللي جواك؟ هو ده بس اللي هو هيورثه منك، قلبك الاسود. منك الا ربنا ينتقم منك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. خلاص اهدي يا مدام مريم، اهدي اهدي. حسبي الله ونعم الوكيل. انا بحبك يا محمد. انا مش وحشه يا محمد، انا بحبك يا حبيبي، والله العظيم بحبك قوي. انا ما اعرفش بابا قال لك عني ايه، بس كل اللي اعرفه ان انا طول عمري مستنيه ان انا اشوفك، وكان نفسي قوي ان انا احضنك واطبطب عليك. انا ماما حبي، وهفضل طول عمري مامتك، وهفضل طول عمري بحبك. نزع المحضر يا مدام ولا كمل اجراءات؟ في أي حاجة مطلوبة مني دلوقتي؟ لا، تقدر تفضل. شكراً.